صادو الجنوب، أهلا بكم. اطلع مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي على تطورات الحراك الدبلوماسي في العاصمة عدن، كما ناقش في اجتماع له اليوم تقريرا عن زيارات الوفود الأوروبية والأمريكية إلى عدن. أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن اليوم القبض على الخلية الإرهابية المدبرة للتفجيرين الإرهابيين اللذان استهدفا الشهيد اللواء ثابت جواس واللواء صالح الذرحاني بمدينة المعلا. اطمأن العميد علي جبواني رئيس المجلس الانتقالي في محافظة شبوة اليوم على جرح التفجيرين الإرهابيين بمدينتي عتق وجول الريدة. دشن محور يافع القتالي اليوم المرحلة الثانية من العام التدريبي 2022 لقوات المحور، بالإضافة إلى الحملة الأولى لمكافحة المخدرات في يافع التي يشارك فيها الحزام الأمني واللواء الرابع صاعقة. أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن شهرين إضافيين بعد توافق جميع الأطراف. وفي السياق، رحب نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة في اليمن، مؤكدا بأن هذا التمديد سيثمر في تهيئة الأجواء للوصول إلى سلام شامل. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.